في إطار عملية تتبع تكويني بالمركز المغربي الكوري، دأبت أطر المركز على القيام بزيارات دورية لفائدة المستفيدين من التكوين، وذلك من أجل الوقوف على نجاعة استعمال وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية التعلمية، وخلق محطات تقويمية تندرج ضمن هندسة بيداغوجية يجعل منها المركز المغربي الكوري إطاراً للتكوين ومحتوياته. في هذا السياق قام السيدان المؤطران بالمركز المغربي الكوري الأستاذ الغزي بوزيد والأستاذ محمد بن عبد الكريم بزيارة ميدانية للأستاذة جميلة حليم أستاذة مادة علوم الحياة والأرض بالثانوية الإعدادية عبد الرحمن الشناف بالمديرية الإقليمية المحمدية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، وذلك يوم 14 من مارس 2018. وقد حضر هذا اللقاء السيدة مفتشة المادة الأستاذ المعطي المعمر والأستاذ جمال شفيق، كما حضر هذا اللقاء المنسق الإقليمي لبرنامج جيني الأستاذ عبد القادر توبلي، إضافة إلى أستاذ مادة علوم الحياة والأرض مهدي بودراين، وهو أستاذ باحث من الثانوية التأهيلية ثريا السقاط، بالإضافة إلى ثلاث أستاذات حديثات العهد بالتدريس أستاذة كريمة رزقي والأستاذة حنان أبو عنان من الثانوية الإعدادية يعقوب المنصور والأستاذة الوليدة غزلان من الثانوية الإعدادية المغرب العربي. بعد ما تعرفنا على مختلف أعضاء الزهرة، في نظركم من هي الأعضاء المتدخلة في التوأم الجنسي عند النباتات الزهرية من بين هذه الأعضاء؟ فقط اقتراحات. نعم حسام. مدقة. الأسدية. جواب آخر. المبيض. المئبر. السبلات ممكن. الكأس ممكن. إذا شوف، غادي تحتفظوا بهاد الاجوبه ديالكم كامله، كل اي واحد فيكم، كل تلميذ فيكم عطاني جواب يحتفظ به. غنقوموا بواحد التجربه للكشف عن مدى صحه هاد الاجوبه اللي عطيتوني، واضح؟ نعم. وواحد التجربه غتساعدنا على التعرف على الاعضاء المتدخله في التوأم الجنسي عند النباتات الزهريه. داكوغ. الحاله الاولى، لدينا زهره، ناخذ فرشاه ونقوم بفرك الزهره، ثم بعد مرور 15 يوما نلاحظ النتيجة المحصل عليها. النتيجة المحصل عليها تحولت الزهرة إلى ثمرة. الحالة الثانية، بالنسبة للزهرة في الحالة الثانية سوف نقوم بتغطية ميسم المدقة، ثم بعد ذلك نأخذ الفرشاة ونقوم بعملية الفرك بنفس الكيفية السابقة. بعد مرور 15 يوما لم تتحول الزهرة إلى ثمرة، وإنما دبلت وماتت. يعني تغطية ميسم المدقة هو السبب وراء عدم
نركز على أهم ناقل هو النحل. نعيد. نحل. نعتبر النحل أهم ناقل لحبوب اللقاح. فيما يخص نقل حبوب اللقاح من طرف النحل، فإن هذه الأخيرة أثناء جولتها داخل الحقول بحثاً عن الغذاء وبحثاً عن الرحيق من زهرة إلى أخرى، فهي تقوم بنقل حبوب اللقاح بشكل عفوي. إذن أول عامل هو النحل. لاحظوا الآن أثناء تواجد النحلة على مستوى الزهرة فهي تقوم بنقل حبوب اللقاح بشكل عفوي من المئبر إلى ماذا؟ إلى الميسم. إذن هذا النقل اللي كيكون داخل الزهرة شنو كنسميه؟ أولا بعد العملية ديال النقل، واش كتعرفوا اسم ديال هذه العملية؟ نقل حبوب اللقاح من مئبر إلى الميسم داخل نفس الزهرة، أو من زهرة إلى زهرة أخرى، ما تسمى هذه الظاهرة؟ نعم تويبا، عملية الأبر أو لا بولينيزاسيون. إذا هناك نوعان، النوع الأول هو عندما تتم داخل نفس الزهرة كيف ما شفنا بالنسبة للحالة الأولى للتجربة، هناك هذاك النوع من الأول يسمى ب أبر مباشر، لأنه يتم داخل نفس الزهرة من مئبر الزهرة إلى ميسم الزهرة. وبالنسبة للحالة الثانية اللي كيتم من زهرة إلى زهرة أخرى، عندما تصبح حبة اللقاح على اتصال بميسم الزهرة تنمو بإنتاج أبوب يسمى أبوب اللقاح، يسمح للمشيل الذكري بالتنقل نحو المشيل الأنثوي للالتقاء به داخل الكيس الجنيني، حيث يتم اتحاد نواتيهما لإعطاء بيضة. تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الإخصاب عند النباتات الزهرية. نعم. بعد الإخصاب تحول البيضة إلى بذرة، ويتحول المبيض إلى ثمرة. واضح؟ توضع لنا حبة لقاح على مستوى ميسم الزهرة، هذه الحبة تنبت وتعطي أنبوب يسمى أنبوب اللقاح. هذا الأنبوب ينغرس داخل قلم المدقة، قلم المدقة، واضح؟ قلم الميسم أو قلم المدقة، واضح؟ إذا هذا أنبوب اللقاح فهو يحمل داخله المشيج الذكري، يحمله إلى أن يصل إلى المشيج الأنثوي لكي يلتقي به، وبالتالي تتم عملية الإخصاب. نعم، أنبوب يسمى أنبوب اللقاح، يحمل داخل هذا الأنبوب المشيج الذكري لكي يوصله إلى لكي يلتقي بالمشيج الأنثوي، واللي كتقع بالتالي عملية الإخصاب ونحصل على بيضة اللي كتحول فيما بعد إلى بدرة، والمبيض ككل يتحول إلى تمرة. خيبيا يعني نكتب حصيلة نشاط. بعد انتهاء الأستاذة من درسها العلمي حول التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية، نظمت مائدة مستديرة بغرض مناقشة الجوانب التربوية للدرس بما فيها الجوانب التقنية والبيداغوجية، حيث نوه السادة المفتشون بالمقاربة العلمية والاستراتيجيات التي اعتمدتها الأستاذة. فاستعمال الموارد الرقمية التربوية أضاف قيمة تربوية تجلت في مساعدة المتعلمين على بناء معارفهم وتقويمها على ضوء ما تقدمه الوسيلة الرقمية من تفاعلية ودينامية خلال مختلف مراحل الدرس.
كما اعتبر الأساتذة المؤثرون من المركز المغربي الكوري محطة التتبع هذه إضافة جيدة مكنتهم من الوقوف على مدى الإدماج الإيجابي والفعال لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم والتعلم. وفي الأخير نوه السيد المنسق الإقليمي لبرنامج جيني بالمبادرة واعتبرها فريدة من نوعها بالنظر لمثيلتها من تجارب الإدماج على صعيد المديريه.